متابعينا الاعزاء على بركه الله وتوفيقه انطلاقه شوط جديد وفعاليات جديده بمسيره شوطنا الحادي والعشرين لفئه سن اللقايه الافكار. وانطلقت المسيره بهذه الانطلاقه المميزه اول المراكز، ارى واتابع المقدمه والصداره من تتواجد على المركز الاول وتنطلق بقياده مجريات هذا الشوط حامله الرقم 55. من تتواجد على المركز الاول ليست مدونه تواصل بالنداء مع ثاني المراكز. المركز الثاني هنالك الانطلاق من قبل شعار هنالك المتواجدين والمنطلقين بفعاليات ثاني المراكز الانطلاقه والتواصل من شانية راشد بن حمد بن محمد الوارد. والمركز الثالث أشاهد وأتابع الانطلاقة الثالثة من قبل حاملة الرقم 24 ثمينة لحمد بن سالم الفيدة المري. والمركز الرابع أتابع الانطلاق من قبل ريان متعب بن محمد الحباب الهاجري مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار من الدعية وانطلاقة خامس المراكز إذا المركز الخامس التواجد من فتنة لسالم بن صالح بن حنظل المري. هذه إذا الخمسة الأسماء المنطلقة والمتواجدة. أعود إلى الصدارة وأعود إلى شعار الجحافي وتواجد أول المراكز. من تتواجد على المقدمة والصدارة تنطلق بقيادة مجريات هذا الشوط. واسمها الداودية لمحمد عبد الله بن محمد الجحافي على أول المراكز. نتمنى لك التوفيق مع انطلاقة الداودية بقيادة مجريات هذا الشوط. تنفرد بالمركز الأول وتنطلق بالصدارة والمقدمة ثاني المراكز. شعار بن مرخان او هنالك الاسماء الكبيره المتواجده بالفعل. شعار بن مرخان من ينطلق مع المركز الثاني بشاير محمد وسلطان بن مرخان الاكتبي. ثالثا ارى واتابع الانطلاقه المميزه من قبل شاني راشد بن محمد الوارد مع المركز الثالث. رابعا اتابع هنالك التقدم من شعار بن حنظل فتنه لسالم بن صالح بن حنظل المري. والمركز الخامس من الجانب الايمن الانطلاقه المميزه والتواصل من قبل الشعارات. المركز الخامس هنالك التقدم من الظبي محمد بن جابر بن عبيد السناري. هذه الخمسه المراكز المتقدمه والمتواجده وما خلف الخمس اسماء كبيره شعارات قادمه آتية لا محالة بتقديم المنافسة وبتقديم أيضا العروض المميزة. انتصفت المسافة، انتصفت مسيرة هذا الشوط، انتصفت وانتصف المستوى الفني لانطلاقة هذا الشوط. وهنالك المتبقي 2 كيلومترات كيلوين عن الناموس. وهنالك الداودية قائدة لمجريات هذا الشوط مع المركز الأول ومع الصدارة. عبد الله بن محمد الجحافي يقدم لنا الداودية مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى. قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة على أرضية ميدان الشحانية بتواجده هنالك التحدي الجميل على أرضية ميدان التحدي. ثاني المراكز شعار بن مرخان مع بشاير. بشاير تنطلق على المركز الثاني. محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي أيضا قادم من دولة الإمارات للمشاركة. وهنالك الوصول من أبناء هذا الميدان، الميدان الشحانية. الله يا ميادين، وصلت ميادين. خالد بن هادي البريد المري يقدم لنا الشعار البحري من وصل مع المركز الثالث لأول نداء. المركز الرابع هنالك الغدوم والوصول من قبل رابع المراكز والمتواجدة وضوح لناصر بن فهاد بالكداد الهادي ينطلق في هذه اللحظات. وهنالك الوصول من ابناء يبرين ومن قدوم من قبل عناوين. وصلت عناوين راشد بن علي بن راشد بن جهيم المري قادم شعاره بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقه. اذا بدات الامور تتغير تدريجيا. الصداره والمقدمه ميادين. الله
يا ميادين، ميادين تنطلق مع الصدارة مع المقدمة ومع الانطلاق الأول. خالد بن عبد الهادي البريد المري مع انطلاقة مسيرة هذا الشوط، ولكن يا راعي ميادين أرى وراكب عناوين الله يا بن جيم مع المركز الثاني. راشد بن علي بن راشد بن جيم المري يقدم لنا عناوين مع المرتبة الثانية، ثالث المراكز حاملة الرقم 56 ليست مدونة، يبدو شعار الشامسي. المركز الرابع أتابع هنالك الظبي محمد بن فراب بن القريع المري، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع ميادين، ميادين صاحبة هذا الميدان تنطلق مع الصدارة الله يا البريدي، ولكن أراقب المركز الثاني. من انطلقت مع ثاني المراكز وتواجدت مع المرتبة الثانية مجهولة وليست مدونة، أتمنى من مالكها ووافاتنا بمعلوماتها. عناوين بشعار بن جيم مع المركز الثالث، ولكن ميادين خالد بن عبد الهادي البريدي يقدم لنا ميادين مع الصدارة مع المقدمة. اللحظات الأخيرة أمتار الحسن، ميادين تظهر بناموس هذا الشوط، وسلام البريدي سلام المركز الثاني، كان وصول غير مجهول المركز الثالث. ميادين لراشد بن علي بن راشد بن جيم المركز الرابع، كان وصول غير شعار سعيد بن علي بن راية المركز الخامس، شعار بن جبران مع خامس المراكز ومع تواجد حكمة لجابر مسال بن جبران المري ورابع المراكز بالفعل مهاجر راشد بن علي بن راية المري. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شاهدنا هذه المنافسة الجميلة وشاهدنا أيضا انطلاق ميادين من حسمت الموقف لصالحها وتوقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية 96 الزمن الثانية الثانية. التبريكات للزفة لخالد بن عبد الهادي البريد المري وسلام الشحاني سلام وسلام مصلاة سلام على حصول ميادين على المركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول من قبل وديعة، وصلتنا معلومات وديعة من حصل على المركز الثاني 6 دقائق 12 ثانية 32 الزمن الثانية. نهني حمد بن مطر بن عمير الشامسي على حصول وديعة على المركز الثاني. ثالث المراكز عناوين من سجلت توقيت زمن 6 دقائق 12 ثانية 66 الزمن الثانية. التالت تفرقة لراشد بن علي بن راشد بن جيم المري على حصول